each other to survive, and we made life secure for us as one. The dog and the human. We became family. J'espère que vous allez bien. J'ai que moi, je suis avec vous. Alors, la taïra, elle est mohime, bzaf, puis ma arfesh, mon nom enaya. J'ai que je partage avec vous de l'information, elle est mohime, bzaf. Elle est la taïra, les vétérinaires qui se mettent à la DAPP. La DAPP, c'est un abrégé du mot démartose aux piqûres, démartose pour allergie aux piqûres de puces. اللي هي حساسية ضد لدغات البعوض والقراد. هاد الحساسية اخوتي كتكون عند الكلاب بزاف، سورتو الكلاب اللي عندهم بوال كبير بحال البيرجي المون، بحال المالينوا، بحال الروت، بحال ليشا. كتكون حتى عند ليشا جينيرالمون اللي كيكون عندهم دوك بوال بزاف. انا شوي با نيكسبير او شا، باغ كونطخ انا ما سبيساليتي سي بلوس لو بيرجي المون كو دوطر راس. المهم انا هذا خوتي واحد التجربه اللي عشتها مع كلبتي وبغيت نبارطاجيها معكم. وتجربه خوتي اللي كيفاش نقول لكم، تخلعت انا في الاول، مشيت عند ان فيتيرينير، شرحات لي كل شيء، عطاتني لي ديتاي. جيت انا للدار، درت دي ريشيرش ديالي، درنا دي اناليز الكليبا، خرجنا لي اناليز. الحمد لله دابا الفا تري تري بيان، الا بريسك فيني الدوايات ديالها. و فوالا، دونك pour vous expliquer ولا باش نشرح لكم شنو هي هاد الظاهره هادي اخوتي، بقاو معايا باش تفهم. حسن تعريف لهاد الظاهره هادي سهله ماهله، هي ان الكلب ديالك فاش ما كيكونش مطريطي مزيان، من ما كيكونش داير ان انتي بارازيتير مزيان، هي مضادات البرغوت مزيان، وفي الوقت ديالها راه فاش كيقرب الصيف كيطيح. هاد الظاهره هادي لي غوغري طحت فيها انايا، تعطلت على الكلبة ديالي بواحد ميم با ان موا، ميم با دو سمان بحال هكاك، جاتها لاليرجي وصدقت خاسر عليها بزاف ديال الفلوس شي الفيتيرينير بوغ لي اناليز بوغ تريتمون ديالها وزيد وزيد. المهم هادشي ماشي مشكل، نقدر نخسر عليها عاوتاني كثر من هادشي. و فوالا، دونك ديجا التعريف ديال هاد الحساسية خوتي، هي واحد هي اللي كتكون جينيرالمون عند كلاب بوالون ولا بوالكو، بو امبورت، كتكون في المالينوا، كتكون في البيرجي، كتكون في الروت، كتكون في المشاش، كتكون في اي حيوان فيه فوغور. و في هذا الفيديو هذا غادي يكون ديجا فيه نصيحه دو حد. النصيحه الاولى كيفاش غادي نتريتيو الكلب ديالنا من لي زونتي بارازيت، والنصيحة الثانية هي كيفاش نتخلصو من هاد الظاهرة، من هاد الديماغتوز هادي، وكيفاش نتفاداوها في الأيام المقبلة. مجموعة ديال الأسئلة اللي خاصها تطرح، وهي أسئلة مهمة. أنا براسي أوطون كو بروبريتير دو شيان كنسول راسي بارفوا، جو مو بوز هاد لي كيسيون هادو باش نعرف، فهمتيني، باسكو بارفوا كتكون مخربق هادي. دونك السؤال الاولاني ديجا هو، وهذا سؤال مهم، كيفاش نشك في هاد الظاهره، وكيفاش نتمكن من السيطره على هاد الازمه، او بالاحرى العيوب اللي كتنتج هاد الحساسيه عليك. هذا سؤال مهم. واسئله الاخرين اللي هي غتكون بلوس لو كوتي فيتيرينير، او الجانب البيطري، ولا الطبيب ديالك البيطري هو اللي غادي يطرح عليك هاد الاسئله اللي هما متعلقين بالكلب، اللي هو حسب العمر، شحال في عمر الكلب، شحال فيه في الوزن ديالو، البوال ديالو كي داير، يعني الزغب ديالو كي الشعر ديالو كي داير، واش بوال كو بوال غا بوال، يعني واش قصير طويل، فهمتيني. دونك هادو اسئله مهمين بزاف بالنسبه للبيطاري. علاش؟ لحقاش هذاك التريتمون اللي غادي يعطيك الكلب غيكون ليه صله بهاد الاجوبه اللي تعطيه. دونك دابا غادي ندويو على لونتي باغازيت، او بالاحرى مضاد البرغوت والكراد. الكلب اخواني خاصو ياخذ مضاد البرغوت والكراد
كل شهرين او لا كل 3 شهور على حسب لو برودوي. يعني باغ اكزومبل نيكس غارد كنعطي ليهم شاك 2 ا 3 مو كنعاود ليهم لو فيرميفيوج ولا لونتي بارازيت ديال البرغوث الكلب. Pour les antiparasites, de préférence, parce que le kelp le plus que ça fait, dit manexgat, 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 il dit que le mana'a ala, avec la molécule de manexgat, donc c'est pas chakdi. Donc, grâce à la banakarate, le manexgat, le mois prochain, par exemple, Gardol Pack pour les antiparasites, pour les antiparasites, Hnesh ou Dakshi, ou Gardinate, par exemple, Frontline. Combo pour par exemple Franklin combo pour les antiparasites extra pour le retour. Hada no had nahi. Ou radio qui n'est pas le yom radio qui n'est pas le bêche le kelb qui ou l'lef soit la molécule qui dit à l'air du mana. Adi d'un côté pour le kelb d'arori d'arori ou surtout ou blachas parce que carab safe. ضروري لي زونتي بارازيت لحقاش هذه هي لا بيريود اللي كيخرج منها البرغوث الكراد من الارض. علاش وكيفاش؟ سهله لحقاش البرغوث الكراد بوندون لا بيريود ديال ليفر لا بيريود ديال الشتاء والبرد ما يمكنش يخرج على برا. الماء والشتاء وداكشي يقدر يقتلو ماشي يقدر يقتلو يقتلو يديه القواد. دونك كيتخبى تحت الارض و على ريفي ديال الربيع اي صيف كيبدا يخرج وتماك فين كتكون هاد الظاهرة موجودة بزاف. دونك ضروري وأول حاجة هي تريتمون لونتي باراجيت ديالك. ضروري ما تريتيو الكلب ديالكم الوقت في الوقت ما تعطلوش عليه. أنا تعطلت على كلبتي دو سومان هاي لا دي ا بي بي جات اون اليرجي او دي لاليرجي او بيكور دي لاليرجي او بيكور كومون مالنا عليها. انا صدقت خاسر عليها فلوس عند الفيتيرينير فلوس بور لي زاناليز فلوس بور تريتمون ديالها باسكو داك البلايص اللي كانت فيها لا دي مورتيت ولا داك الحساسيه كانت كدرها بزاف كتخلينيش نقيسها. دونك باش ندير لها الدوايات عليها كانت المعاناه كان ديما الحرب والقتال معاها. دونك فهمتوني اش دانا نشطو هاد القرع راسو. دونك دو بريفيرونس اخوتي هذا خطا تحت فيه انايا جو بريفير نبارطاجي معاكم ما تطيحوش فيه حتى نتوما وحتى انا دابا تحت فيه ولا بروشين فورا ما نعاودش نطيح فيه ساج ولا سيغ عكس بالقالب. اهم حاجه واهم حاجه هي لونتي بارازيت اخوتي سورتو فهاد لا بيريود هادي. دونك نرجعوا للموضوع ديالنا اللي هو هذه الحساسيه هذه كيفاش كنعرفوها وكيفاش نديتيكتيوها في الكلب. دونك كيفاش كنعرفوا هذه الظاهره هذه اخوتي سي تري فاسيل. ديجا كنلاحظوا باللي الكلب ديالنا كيبدا يمشي لواحد لو كوان وكيبدا يحك كيبدا يعض بسنانو بحال هكا بزاف. فاش كيبدا يعض نورمالمون راه كتكون غير هذيك الاليرجي راه كتكون غير صغيوره ابخي هو كيبدا يعض فيها يعض فيها يعض فيها كي جرح راسو وغادا كيتقطع. دونك خصنا نحدو من هادشي وما نخليوش الكلب يبقى يحك بزاف حقاش على باغ اكزومبل في لوكا ديال الكلبه ديالي في الحاله ديال الكلبه ديالي كانت فيها بحال هادي لاكو كانت فيها غير اون بارتي صغيره بقات كتعض كتعض ولات ليها في لاكو كامل بون ماشي في لاكو كامله في اون كروند بارتي ديال لاكو. دونك انا بان لي داكشي و سيتي با بوسيبل ليكسبوزيسيون ما بقى ليها والو. دونك جو مي سوي دي شنو ندير شديتها ديتها عند الفيتيرينير الى في لي زاناليز اون ا في لي زاناليز انصامبل اون ا فيريفي كو سي اون ديمورسيت او زاليرجي دي بيكور دو بوس. تريتمون ديالها هو ساهل وما ساهلش ساهل وما ساهلش. علاش؟ لحقاش سي دي دوزاج لي هما تري 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 ستريكت. ما يمكنش اخويا غير اجي وعطي الكلب ديالك حقاش غادي تصيفطو للمقابر نيشان غادي تقتل الكلب ديالك اخويا. باش نقولها لك ولا اختي بصراحه حقاش التريتمون كيكون فيه دي زونتيبيوتيك دي كورتيكويد. دي كورتيكويد سي تري دانجورو ميم بور حنايا بنادم. لي كورتيكويد ما مزيانينش لينا كيكون دي زونتي انفلاماتوار او دي كريم بور سولاجي الحكه ديال الكلب باش ما كيبقاش
دونك اخوتي كما قلنا اول حاجه اللي هي تنام نكالمي وداك الحس ديال الكلب ما خصوش يبقى يحك بزاف باسكو هذيك البلاصه كتكون باغي دونك مجروحه ياك تكون مجروحه كيبقى يحك هوايا كيزيد الجرح ديسباتشاي ما عرفتش نقولها بالعربي يعني منتشر ولا باكتيري كتمشي مع الجرح وكتولي كبير دونك خصنا نحدو ضروري من الحك وهاد انا كيفاش درت كيفاش حديت من هاد الدايره ديت عند الفيتيرينير بور مون بيرجالمون حيدت ليها لو بوال قشرات ليها داك الشيء اللي كان عندي خصو يتقشر اي دارت ليها اون بوماد بحال كتقول اللي كيتبرد عليها هذاك الحك ابخي عطاتني ديك لا بوماد دابا هاهي تبان لكم هنايا في الصوره عطاتني هاد لا بوماد هادي نبدا ندير عليها بوغ كو جو بويس كالمي الحكه في الكلب ندير عليها اون فوا بالنهار ومره بالليل وعطاتني ان انتيبيوتيك هاد الانتيبيوتيك سي اوريكس ها هو حتى هو غادي يبان لكم هنايا هاد اوريكس اخوتي pardon هاد اوريكس لي دوزاج على حساب لو بوا اي لو بلاج ديال الكلب اي لاج ديال الكلب ما تجيوش تعطيو الكلب ديالكم نقولها لكم نعاودها لكم في سو بريسكريبسيون دو فيتيرين تحت اشراف البيطار هادي ضروري ممكن تعطيك حتى لي كورتيكويد لي كورتيكويد كيلعبو الدور ديال لي زونتي انفلاماتوار اللي هما عاوتاني كيكالميو داك الحكه ديال الكلب حتى كيعاونو على كيكالميو الحكه ديال الكلب وحتى هما سي سو بريسكريبسيون دو فيتيرين هي تحت اشراف البيطاري الدوزاج ديالو لحقاش خطير بزاف الكورتيكويد سيرتو علينا حنايا لي زيت كيما ميم بوغ لونتيبيوتيك لونتيبيوتيك الى فرطنا فيه تقلب علينا لي كورتيكويد حتى هما سي لا ميم شوز الى فرطنا فيهم ولا ما عرفناش كيفاش نستعملوهم او الى ما خديناش الدوزاج ديالهم كنجيبوها في ريوسنا دونك سي تري تري فاسيل وما تنساوش باش تحدوا من هاد الدائره ولا باش تفاداوها سي تري سامبل فيرمي فيجي والكلاب ديالكم وديروا ليهم لي زونتي بارازيت ودي جيسبر كو سيفتو معنا فهاد لا فيديو هادي و خديتو دي زانفورماسيون باسكو حتى انا تحت فهاد ليغور ما بغيتش الناس الاخرين يطيحوا فيهم وتعلمت منها بزاف ديال الحوايج دونك حتى انا بيان ايفيدامون من هنا لقدام راه ما نطيحش فهاد المشاكل هادو و فوالا كنشكركم بزاف اخوتي على المشاهده ديالكم ما تنساوش ديروا لايك بوز بلو بارطاجيو مع صحابكم باش يستافدوا حتى هما يا و تابوناو شكرا بزاف يلاه